رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام عالم غاديو، مازال مواصلين ومستمرين معكم دائما وبرنامجكم الحل بين يديك وبغيت الحل مع الاستاذ سعيد النووي، استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول، محامي بهيئه الدار البيضاء مقبول لدى محكمه النقد. مرحبا بك سيدي سعيد. شكرا لسكينه. اش اخبارك؟ الحمد لله. الاحوال طيبه على خير؟ كل شيء بخير الحمد لله والشكر لله على بركه الله. معك بطبيعه الحال استاذ سعيد، غادي ننطلقوا في اسئله المستمعين. السؤال الأول اللي معنا كيقول: السلام عليكم، كنشكركم على هذا البرنامج. حنا الستة ديال الورثة كلنا ذكور، عندنا عقار تجاري كيشتغل فيه الأخ الأكبر من قبل وفاة الوالد. هذا الأخ كيمتلك نصف المحل، وبعد وفاة الوالد طلبناه بحقنا الشرعي في النصف الثاني، لكنه دائما كيتهرب، وبغيت نعرف شنو هي الطريقة اللي كيخصنا نسلكوها معاه لاسترجاع حقنا، وهل بإمكاننا إغلاق المحل التجاري في انتظار حل للجميع، وكيف ذلك؟ شكرا جزيلا وأستسمح على الإطالة. نعم بالفعل، يعني في اغلب الاحيان ماشي يوقع يعني وفاه ديال المالك بين قوسين تكون ورثه، تكون مشاكل بهذا الشكل. للاسف هادشي علاش الناس يحبس الحق لك. للاسف هو يعني الحق واضح، يعني ما يحتاجش الاستشاره قانونيه، لانه مادام كيملكوا حق معين الا عندهم الحق فيه. للأسف أنه ربما أنه سلكوا معه يعني الطرق الحبية ما عطاتش نتيجة، خاصة هو كيملك النصف في هذاك المحل التجاري اللي هو طبيعة الحال كيملك محل تجاري، لا كيملك الأصل التجاري ديال المحل كله، ولكن يعني كما يقال الجدران لي ميغ ديال هذاك المحل تيملكوه هما، وهو على الشياع هما كخمسة ديال الأولاد وهو السادس. طب الحل يعني الحل القانوني في هذه الحاله هو انه الدار دعوه ديال القسمه، لان هي السلوك الوحيد اللي يمكن انه يدار باش انه على الاقل يتم تعيين خبير، ومن بعد انه تيحدد القسمه كل حسب يعني نصيبه حسب الفريضة الشرعيه كما كنقول. هذا في هذا الوقت هذا يعني ماشي فقط غيديروا دعوه ديال القسمه فقط، ولكن غيقدروا يطالبوا حتى بالاستغلال ديال هذه المده اللي كان كيشغل فيها المحل بدون ما يؤدي لهم نصيب ديالهم كمالكين، باعتبار انه مثلا الا كان مثلا هو مالك الاصل التجاري في مكان اخر غادي يكون كيؤدي الواجبات الكرائيه، ما غيؤديش لهم فقط يعني الا كان باهم الله يرحمه الا كان كيملك هو كذلك هذاك المحل التجاري مناصفة تجارة المزاولة في هذاك المحل اللي دابا مستغلوا الأخ ديالهم بحدو، إلا كان في قيد حياته أنه كان كذلك شريك فغيطالبوا كذلك حتى بالأرباح ديال هذا المحل التجاري باعتبار أنه له عائدات. هنا ممكن يتم تعيين خبير ويتم تعيين كذلك الأرباح الناتجة عن مزاولة النشاط في هذاك المحل. ما كانش كان الواحد كان الابن هذاك الوحيد هو اللي هذاك المحل ديالو كيملك الأصل التجاري، فأنا ما يطالبوش بطبيعة الحال إلا بالاستغلال يعني الواجبات الكرائية ديال هذه المدة هذه. الشق الآخر من السؤال شنو هو الحل اللي ممكن باش يوقفوا هذه، ممكن أنه يتقدموا بدعوة ديال الحراسة القضائية على أساس أنه يتم تعيين حارس قضائي توقيف الاستغلال توقيف يعني الاستغلال ديك المحل. هنا ممكن كاينة إمكانية، ولكن خصها تكون مصاحبة بهذه الدعوة ديال القسمة، حيث القاضي ما يمكنش يشوف هذه الدعوة هذه إلا ما كانش دعوة ديال القسمة، باعتبار أن الدعوة ديال القسم القضائية هي إجراء مؤقت إلى حين البت في دعوة القسمة. فإذا ما كانتش دعوة ديال القسمة يمكن ترفض، يعني ماشي كيترفض ولكن ما كيتقبلش، نعم. كيحكم القاضي بعدم قبول الطلب شكلا باعتبار أنه ما كيناش دعوة موازية اللي هي دعوة ديال القسمة. رسالة أخرى قبل ما نأخذ المكالمات كتقول: مساء الخير عليكم أخت سكينة، بغيت نسول أستاذ النووي، طلقت هذه 4 شهور، تفقت مع طليقي باش يدوز لي النفقة ديال بنتي عن طريق الفيغمون باش نتوصل بها شاك مو، وقال لي خاصك ديري معايا التزام، وانا ما فهمتش هذا الالتزام، بغيت نعرف اش خاصني ندير في هذا الالتزام، واش فيه واش هو في صالحي، وقال لي غادي نديروا الالتزام عند المحامي ديالو. شكرا بزاف. انا ما عرفش شنو هو الفحوى ديال الالتزام، يعني المضمون ديال الالتزام ما عرفش شنو هو. ولكن مثلا الا قال مثلا بانه فمثلا المحوى ديال هذاك والمضمون ديال هذاك الالتزام بانها راه هي كتطلب منه باش انه يتم تحويل جميع المبالغ المستحقه كنفقه للبنت عن طريق تحويلات بنكيه، فالمضمون ديالو واضح ما فيش اشكال. التزام اخر شنو هو المضمون ديالو ما نقدرش نجاوبها، لانه ما عرفش شنو هذا الالتزام اللي شنو هو اللي كيقصد الزوج، شنو اش من الالتزام بغاها دير معاه. الا كان انها التزم باش انها يعني
توافق كالتزام أنها توافق على تحويلات باعتبار أن طلب ديالها أنها تلتزم بأن ما تدعيش مستقبلا على اعتبار بأن كل يعني المبالغ المستحقة لها يعني البنت ديالها أنها غدوز في البنك وغتاخدها فهذا التزام واضح ما كاينش في حاله الا درت هذا الالتزام مثلا وما التزمش هو الطرف الاخر بتحويلات البنكيه هنا فين هذا الشرط اللي غتزيدوا في الالتزام هو انه في حاله عدم الوفاء او التزام ديال الطليق ديالها باداء او بتحويلات المتفق عليها هنا ممكن يكون هذاك التزام لاغي هنا ممكن دير هذا الشرط هذا باش تقيد ما يكونش يعني التزام مفتوح ولكن يكون مقيد بهذا الشرط هذا في حاله الاخلال ديالو بالالتزام فهي كذلك كطالب بالغاء الالتزام ونتوقفوا لحظه مع فاصل يعني وراجع معك أستاذ سعيد النووي الإجابة عن كل أسئلة المستمعين بغيك الحب رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام مازال مواصلين ومستمرين معكم دائما على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو غادي نمشيو ناخذوا معنا اتصال معنا لالة فاطمة من الرباط دائما على 0522 46 72 50 51 52 أيضا يمكن لكم تواصلوا معنا بالإس إم إس غتكتبوا حل خليو فراغ وصفتوا الرسالة ديالكم 50 80 ثمن الرسالة 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم أيضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحة البرنامج اللي هي الحل بين يديك لالة فاطمة مرحبا بك السلام عليكم اختي سكينة عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الله يطول عمرك لالا هلا خطك الله يبارك فيك شكرا بزاف على هذا البرنامج بارك الله فيك مرحبا الله يطول عمرك لالا بفضلكم مرحبا هلا خطك إذا كان ممكن نسول أستاذ واحد سؤال بطبيعة الحال عن الله يخليك واحد الناس جا خدمي في واحد الفيرما هذه المدة ديال 40 سنة وهذيك الفيرما بحال مثلا هاد السيده اللي جابهم باقا قرض مازال ما كاين حتى شي حاجه هو هاد السيده هذا هو اللي غرسها وكبرات المهم داروها غله المده ديال 40 سنه مات مول الفيرما مات هذه المده ديال 10 سنين هذه باش مات ولادو خلاو هذاك السيد بقى من العائله ديالي مهم بقى في ديك الفيرما هم بقاو كيعطيو ديك 1200 درهم للشهر بقاو كيعطيوها ليه اللي وصلوا لواحد مثلا 5 سنين قالوا ليه احنا ما بقاش عندنا باش ما نعطيوك داكشي اللي غرستي خلص به مسائلك شري به مثلا داكشي دي باش غادي دير المواد وداكشي كله اللي شاد خوده بقى هو كيكافح هاد الايام هادي بغاو يبيعوا هو ساكن عاطينو السكن فاش جابهم مول الجرده الاساسي فاش جابهم راه بنا ليهم الدار وسميتو ساكنين فيها بلا حتى شي كرا بلا حتى شي حاجه المهم بنا لهم الدار ساكنين فيها عاسين فيها حاضينها كلشي هما اللي كيديروا منين دابا بغاو يبيعوا بغيت نعرف هاد الناس هادو واش عندهم شي حق هاد الشيء اللي غرسوا هاد السنين هذا كلها واش عندهم شي تعويض واش ما عندهمش ودي ولا كان ودي شحال القدر ديال هاد التعويض مثلا في هذيك السكنه او في المدخول او في سميتو ما كاينش الا ما بغاوش ويديان واش الا التجؤوا للقضاء واش عندهم شي تعويض ولا ما عندهمش دابا كتكلمي على السيد اللي كان في 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 هاد في هاد العقار هذا اللي كان مقابلو كتكلمي عليه ياك ولا غنجاوبك عليه واخا اييه سيدي اييه واخا هو من ناحيه المبدا يعني من طبيعه الحال انه هذاك اللي كان الا كان ممكن استاذ باش علاقات تعفك مع ان راه ما عنده لا عقد لا حتى شي حاجه تثبت بانه راه خدام عندهم نعم واخا لالا انا نجاوبك نعم تفضل استاذ سعيد بالنسبه لعني كمبدا عام كما قلت انه من جانب الحق انه ملك ديالهم من حق انه يتصرفوا فيه بجميع التصرفات القانونيه اللي من بيع يعني البيع الحجز يعني اي حاجه بغوا يقوموا بها هذا من حقهم جميع يعني الشروط ديال الملكيه متوفره وبالتالي انه حق التصرف بالبيع من حقهم قانونيا حتى واحد ما غادي يمنعهم لكن يعني الصيغه الاخرى هو انه كاين علاقه عمل ما بين يعني المالكين باعتبار انه خا توفى الاب فبالتالي تحول هذاك العقد الى الورثه فولى دابا عقد رابط ما بين الورثه وما بين يعني بين قوسين هذاك المستخدم اللي في كيف هذيك الضيعه الفلاحيه هذه المساله كتثبت بانه يعني واخا ما تكونش وثيقه معينه لانه عقد الشغل هو عقد يعني ممكن يتم اثباته بجميع الوسائل
كنت ربما انه كان سؤال سابق كان تطرح علي من طرف واحد السيده ربما كتشتغل عند شي طبيب، وبالتالي ما كان عندها حتى شي عقد رابط بينه وبين يعني هذا الطبيب، ولكن يعني في قضيه معينه ترفعات وهذه انهم هذوك يعني المرضى بين قوسين او دوك الناس اللي باسيون كان كيجيو عند سميتو شهدوا ليها بانه فعلا كانت في ديك هذاك العياده، وبالتالي انه العقد تم اثباته بهذه الوسيله هذه. فالقاضي انه بجميع الوسائل كيثبت العلاقه الشغليه ما بين المشغل والاجير. من ناحيه القانونيه مساله ثابته انه له الحق ك يعني اجير عند هاد الناس هادو انه يعني له عقد، واخا يتبع هذيك الضيعه فالعقد يتحول الى الملك الجديد. ما كينسى انتهيش لانه كيتم تحويل ديالك العقد الى الملك الجديد، باعتبار الملك الجديد غادي يكون هو رب العمل، وبالتالي هذاك اللي عنده هو الاجير اللي كان قبل. هذه من ناحيه اخرى. من ناحيه اخرى ديال التعويض، في حاله انه تم الفصل ديالو بغاو يجريو عليه بين قوسين وبيقولوا لي تمشي بحالك، هنا ضروري من التعويض. اما انك تعويض حبي قدر ما نقدرش نقول لك لانه حسب السنه والاجر اللي غادي تحدد، ولكن عملي حسابي باش نحدد ليه التعويض بالضبط، ممكنش انا نحدد ليه التعويض ولا شحال، ولكن هذه المساله هذه مساله تقنيه اللي ممكن يعني اذا كان يعني المحامي يقدر يقوم بهذا الاجراء، لانه كاين عمليه حسابيه باش كيتحسب الاقداميه التعويض عن الفسخ يعني هو الطرد التعسفي اذا كان تعسفي لا ما كانش عارف اطار حبي، وكذلك عن الاقداميه ديالو الى غير ذلك من التعويضات اللي مستحقه له كاجير او العطله لما تخلص فيها او الاجر ما تخلص فيه الى غير ذلك. الامور يعني مسائل حسابيه ما نقدرش نعطي مبلغ كبر، ولكن يعني هما يعني اقترحوا اذا كان بغى انه يعني يطلبوا منه المغادره ديال هذه الضيعه هذه باعتبار انه باغي يبيعوها، وباش انه البائع او المشتري غيشترط فقط انه تكون الضيعه خاليه من اي التزامات كالتزامات ديال مثلا هذا السيد اللي كاين، هنا ممكن انهم يتفاوضوا معاه كتفاوض معين باعتبار قضى واحد المده معينه، وانه غيمشي ما عندوش المكان اللي غادي يمشي فيه لانه بعد واحد السن معين وقام بخدمه معينه الى غير ذلك، هنا غيكون عندهم التفاوض. ما كانش عندهم الحق انه يرفعوا دعوى للمحكمه باش انهم يطالبوا بالتعويضات، ومن اللي تحكم لهم المحكمه الابتدائيه ممكن انهم يقوموا بحز على الضيعه باعتبار انه كان كيسكن كان كيشتغل فيها وكذلك عنده سكن يعني فيها، وهنا ممكن يطالب بجميع التعويضات الكامله ديالو. فيعني باش نلخص لها من الحق انه ممكن يعني عندهم الحق يبيعوا، العقد ديال الشغل ثابت، التعويض كذلك ثابت. نعم. فما لا الا انهم يتكلوا على الله سبحانه وتعالى ونتمنوا خير باذن الله. ناخذ معنا لاله سعاد من الدار البيضاء. مرحبا بك لاله سعاد. لاله سعاد تفضلي. السلام عليكم اختي. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الاستاذ اللي معك حتى هو. مرحبا بلاله. انا عندي واحد الاشاره، انا دابا واقف على الطلاق ودابا حاليا انا طالعه في 5 شهور وانا في دارنا، والزوج اللي باغي يطلق ما دار حتى اجراء. نعم. وبغيت نسولو اشنو ندير انا، وفي نفس الوقت ما بغاش نضيع في حقوقي كامله. عندك شي وليدات يا سعاد؟ لا ما عندي حتى وليدات. وهذا الزوج باغا تكملي مع حياتك ولا صافي كتبان لك بانه يعني بغيت نكمل ولكن ما لقيتش معاه من بغيت. وشنو سبب النزاع؟ علاش مشيتي لداركم؟ هو اللي جابني حطني بلا اي سبب. قال لك يلا تمشي شوفي ماماك وخلاك تما. صافي خلاه خدا لي حوايجي وكلشي وخلاني في دارنا، ودابا ولا بحال باغي يتقرب ليا كيدبر ليا فشي ما كيدب باش يخرجني من الدار باش يدير لي شي حاجه. كيفاش يخرج؟ لا دابا انت عند ماماك. عند والديا. ودابا علاش غيخليني غيخرجك؟ من نمشي عنده نتقابل انا وياه فشي كارت ولا شي حاجه خبي على دارنا. قال لك ما تقوليهاش ليهم. بغيت نتكلم انا وياك ونحط النقط على الحوض. مزيان. وشنو المشكله؟ لا انا خفت منه. مناش تخافي؟ خفت منه يدير لي شي حاجه مثلا نعود مطلقه. مثلا شنو غيدير لك مثلا؟ يلا يعني راه بنادم هذاك راه ما عارف شنو في راسه، غادي يشرم لك بين قوسين. لا هو ما عارف تسكين دابا، وانت كتسمع اي حاجه خايبه ممكن. للاسف حقه ما وقع في مراكش الصراحه، راه هادشي ولا كيخلعني فعلا. لا يعني انا ممكن نقترحك واحد الاقتراح. مادام انه الامر جا من عنده هو، يعني بغى يشوفك باش ان يعني ربما انه ندم على القرار اللي خاطف واحد الوقت. لا استاذ، لان كلامه كله كيوحي بانه فاش عنده مشكل الا جا عندك لداركم وقلت معك وسط خوتك. قلت له قلت له يمشي ويجي عندي لدارنا نتكلموا دارنا خاويه، يعني ما قدرت كاع الوالد ما يشوف كاع ما يسمعك كاع نهائيا. قال لك لا، قلت له انت معايا اختي وتشوفك مشي معايا باش نهضر. قال لي لا، قال لي انا وياك الراس في الراس. هو انا معاه. عندك شي اخ ديالك يا سعاد؟ وخاطر اخ ديالي. لا واش عندك شي اخ ديالك؟ عندي. غادي دير واحد العمليه، غادي تمشي تلاقي معاه ياك، ولكن بحضور الاخ ديالك بلا ما يحس بانك الاخ ديالك. مازال المكان اللي غادي تتفقوا فيه غتلاقاو فيه يكون الاخ ديالك قريب منك،
يكون جالس في قهوه، في ديك نفس القهوه مثلا قريب لك من يعني المكان اللي غتكوني فيه، حتى لا قدر الله من الاشياء اللي ربما انها يعني وحات لك بان يقدر يكون شي حاجه او هذه، ربما انا غادي يكون الاخ ديالك بجنبك سعاد. نعم كنسمعك. فهاد العمليه غير باش انك انت يعني مع نفسك تقولي راني درت جميع المحاولات باش انا نستمر مع هذا السيد، ولكن كيبان انه يعني ربما هذا مشكل واقعي ماشي قانوني هنا. نعم. كيفاش تقدر انها تواصل مع هذا السيد فعلا انه ممكن انك ديري هذه المحاوله الى 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 سفرات على نتيجه، فإلى اتفقتوا مثلا على الطلاق اتفاقي وبان لكم بانه ما تقدرش تستمروا بعضياتكم، ربما انه الاشياء معينه انتم اللي كتعرفوها توحد ما يقدر يعرفها، ممكن ديروا طلاق اتفاقي، غادي يعني نقص لكم الوقت شويه، غادي تسد يعني ما تطولوش في المسطره، وديك الساعه تتفقوا على التعويضات اللي غادي يعطيك يعني كزوجه ديالو، ومن بعد تكوني طليقه ديالو، التعويضات اللي غادي تتفقوا عليها بجوج. ما كانش هو يمشي يدير دعوه ديال الشقاق وديك الساعه انت غتطالبي بجميع الحقوق ديالك، انت الا ما كنتيش يعني ما بغيتيش تسناي اكثر باش هو يكون مبادر باش انه يطلق، ممكن عندك الحق ديري دعوه ديال الشقاق، ولكن كتحرمي من التعويضات لانه خصك تبتي فعلا بانه هو المتعسف في الطلاق، وغير هي ربما ما تسابقش النيه سيئه، يقدر يكون محرج انه يجي لداركم مثلا لانه وصلتوا لهذا الباب ربما. نعم. او لا خايف حتى هو يجي لداركم طرا شي حاجه مثلا يعني مثلا خوت كاين وضو ويدبزوا معاه ولا شي حاجه، ربما هو حتى هو عنده هذا التخوف هذا. ف الحذر مزيان، ولكن عاوتاني الانسان ما يمشيش بالنيه السيئه. سعاد بقى علاش واش انت الدار ديالك باقي فيها هو الدار ديالك؟ لا خوا من كل شيء مشى هو جلس في داره. وحوايجك وداك الشيء ديالك؟ خديت الحوايجات ديالي وشي الاخر كل شيء بقى. لا ولكن مثلا الفراش ديالكم وداك الشيء فين بقى؟ كل شيء بقى في هذيك الدار، ولكن انا استاذه انا يعني هذا السيد ما بقيتش ثايقه فيه، يعني من المحتمل انه يدير اي حاجه، لانه كيفاش دار تجابني للدار بواحد الطريقه يعني بالضبط فقدت الثقه. كيفاش غادي نثيق ولا ولادي كيفاش والديا كيفاش غادي يثيقوا؟ ما كيبغوش دابا حاليا ما كيبغوش يسمعوا اسم ديالو. ايوا اختي استخري الله سبحانه وتعالى. عيطنا درت انا قال لك صافي باغي نطلق نتفقوا، صافي قال لك الواد انا نتفق معاه، درنا درت محاميه انا وصافي عيطنا له باش يجي جا عندها عطاها الفوتوكوبي لا كارت، صافي مابقاش ولا ليها صافي مشى. اذا جا عند المحاميه ما بقاش بغى يطلق. لا واش المحاميه ديالك جا عندها؟ جا عندها. وعلاش علاش ما ديريش المحاميه ديالك وسيط مادام جا عندها النهار الاول يجي عندها عاود عندها عيطات له قال لها الا بغيتك انا نعيط لك. لا ماشي انا اللي بغيتك، دابا هذه المساله اللي هو قال لك وانت دايره لك مشكل داخل ديالك خايفه من انه يكون شي حاجه، علاش ما تعيطلوش المحاميه ديالك تقول لها ودي اجي خصنا نجلسوا وتجلسوا بحضور المحاميه وتفقوا بحضور المحاميه. ما بغاش استاذه هو كيقول لي انا وياك في الراس في الراس. هادشي غريب حقا الله اعلم. لا سعاد الا ما طمأنش خاطرك ما دير حتى شي حاجه، الا بغى المعقول كما كنقولوا راه باين غيجي عندك لداركم اولا غيجي عند المحاميه. انا قلتها له قلت له نهار الاول ملي كنتي بغيتي تطلق ما عيطيش لي انا، عيطتي لوالدين ديالي، كيما بغيتي دابا تشوفني عيط لوالدين ديالي وشوفني. فعلا ايوا هادشي اللي غدير لها سعاد، هادشي اللي غدير لها سعاد. خلي الامور هكذا حتى يبان لك من بعد شنو ممكن. ملي قلت له هاد الهضره استاذه ما عجبوش الحال. قال لي الاتصال صافي. لا حاول تخلي المحاميه ديالك تدخل على الخط مادام كاين حرج الاهل، لانه دابا قبيله تنفكروا ربما تحرج من عائلتك ما بغاش يجي عندهم. المحاميه ديالك تدخل على الخط تعيط له ويجي يجلس معاها ويجلس معاك وقدوا اموركم، دي ساعه اتفقتوا على شي حاجه مرحبا، ما اتفقتوش راه الرزق ما بقاش. فعلا. ونتمنوا لك خير لاله سعاد. يعني عجيب جدا، صبح واحد التخوف عجيب ما بين، لانه صبح حنا كنشوفوا صور اللي ما كناش معمرنا ما كنا كنصوروا نشوفوها ما بين الراجل ومراته للاسف. ناخذوا معنا السي محمد من ارفود، مرحبا بك سيدي محمد. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كنشكركم على وقت سكينة وخصوصا الاذاعه ديال سميد راديو. بارك الله فيك. المجهود اللي كتقدموا لنا من البرامج. مرحبا. غير الا سمحتي عندي واحد الاستشاره الله يخليك. تفضل بطبيعه الحال. الله يستر عليك، عندنا واحد الاراضي السلاليه. نعم. بغينا نعرفوا الطريق ديالها التوزيع ديالها كيفاش غادي يتم، واش من طريق غادي ناخذوا، واضافه واش كاين شي قرار اللي يمكن حنا كنسمعوه دابا غادي تدخل 2015 غادي ما تبقاش اراضي سلاليه غادي تولي اراضي ديال الدوله، وحنا دابا ما عرفناش الحق كاين شي وحدين كيستغلوا بدون قانون ما عرفناش بينا حتى حنا نستغلوا، ولكن بين الطريق القانوني الله يستر عليك. وكنشكرك ونشكروا الاستاذ. مرحبا سيدي.
محباس محمد، في الحقيقه يعني المشكل ديال الاراضي السلاليه مشكل يعني وطني للاسف، يعني رغم الاقتراحات والحلول اللي طرحات وهذا، ولكن كيبقى دائما المشكل قائم، لان واحد الوقت كان كيستغلوا فقط الذكور بين قوسين، ومن بعد انه عاد تم التعديل ولا حتى الاناث بين قوسين كيستافدوا. فهاد يعني المشاكل اللي كتوقع يعني صعب جدا انك تلقى حل يعني واضح ممكن انك تقوم به. ولكن عموما انه الاراضي السلاليه كتعطى يعني الجماعه هي اللي كتستافد كلها، يعني على قدم مساواه، يعني كل شيء كيستافدوا من الغله او من يعني الارباح بين قوسين ديال هذيك الاراضي اللي ربما او الانتاج الاراضي اللي كيكون كتعطاهم. بالفعل انه الدوله كتبقى ديما لها الحق في استرجاع الاراضي ديالها، لان كتعطيهم ربما تعطيهم واحد المده معينه، ولكن الا كان مثلا انه ما بان لها مشروع اخر انها تقوم به في ظل او في هذيك الارض اللي تعطات في واحد الوقت، راه ممكن انها تسترجع هذاك الاراضي من اجل يعني القيام مشروع جماعي يمكن يستفيد منه الساكنه بين قوسين او الجماعه باكثر ما كان كيستافدوا كبر. فبالتالي انه الا كانت مثلا الدوله بغات تسترجع الاراضي من حقها قانونا، انت واحد ما غادي يمنعها، لانه هذاك ما عطات في البدايه الا انها فقط مؤقتا ماشي ملكيه دائمه، لان يعتقد البعض بان هذيك الاراضي هي ملكيه دائمه. طبيعه الحال ان اللوحه بهذه الفكره، لان انه كاين اجيال تورثت هذيك الاراضي واصبح يعني المستغل هذيك الارض كيعتقد بانها ديالو، ولا وكان ماشي ديالو، هي ديال الجماعه، وبالتالي انه ديال الدوله اساسا، وكتبقى ديما تحت وصايه الوزاره الداخليه، وبالتالي انه اي اجراء يمكن يتقام فبالتالي من حق الدوله تقوم به. فلا كان انه غيتم استرجاع، راه ممكن استرجاع من اجل استفاده اكثر، ربما انه تكون مشاريع اثمر وتكون تعود الاستفاده على الجماعه اكثر من السابق. ونمشيو ناخذ معنا اتصال اخر. معنا انس من الدار البيضاء، مرحبا بك لاله انس. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا لاله انس، اش اخبارك؟ صافا ربي يخليك بارك الله يطول لي عمرك. مرحبا، تحيه الاستاذ النووي. ما عرفت فيه سمعتك لاله انس. نعم سمعتك مستمعه وفيه. مرحبا اي مرحبا يلا يبارك في الطبخ. اييه مرحبا لاله انس، تفضلي. انا عندي سؤال الأستاذ. مرحبا. أبو أنا مطلقة من صافي 5 سنين، ومؤخرا الطريق ديالي في النفقة، أنا ديال كونت كيحط فيه النفقة، مؤخرا نقص 100 درهم. 100 درهم. أنا بس نتجاوب ديال التمبر هذيك. بس نتواصلوا معاه، ما كيتواصلش معايا للأسف، مي صيفط له ميساج كون كو راه ولادك كبار شوية. الوليدات ديالك؟ أنا ولدي عندي الكبير عنده 23 عام. إيوا هو يتواصل معايا إلا ما بغاش يتواصل معاك أنت. من طرافيغ لهذا البورتابل ديالو، لا ما تبغيش، نو نو ما لا والو نهائيا. ما تيهضرش مع ولادو كاع؟ لا لا مع ولادو كيتواصل، ولكن ما يبغيهمش. لا غير انا صيفطت له ميساج عن طريق البورتابل ديال ولدو وداك الشيء. نعم. ما جاوبنيش، مي من بعد عيط لولدو وقال له لا هذيك راه حيت عندي بنتي الكبيره شويه ما بقاش ما كتقرا في مدينه اخرى، وقال لها هذه، قال لي هذيك الحضانه ديال بنتي. انا هنا صيفط له قلت له راه تينا با دغوا باش تنقص، هكذا كتجيب لي قرار من عند القاضي كون كل كتنقص من الحضانه، ما غاديش نقصها من راسك هكذاك. دابا ما عرفتش شنو ندير، انا بغيت نعرف شنو غندير. لا للاسف خصو يفهم بان الحضانه لا علاقه بقدر ما بتصرف، حيت الحضانه هي ثابته بالنسبه لك مادام. شنو معنى الحضانه؟ هي ماديه ومعنويه. المعنويه انك انت مقابله وليداتك، راه معاك انت تحت الحضانه ديالك، وكذلك ماديا انه هو الملزم قانونا انه يؤدي لك المبلغ، واحد مبلغ بسيط جدا، هي 100 درهم اللي هي بين قوسين لا شيء. لا شيء بطبيعه الحال، غير اجره الرضاعه ملي الام كترضع البنت ديالها واحد سنتين، راه تقدر بالملايين. لانه علاش الملايين؟ لانه هذيك الرضاعه الطبيعيه اللي ممكن تعطي الام الابن ديالها راه تقيه من امراض اللي خطيره جدا، اللي ممكن تخسر عليها الالاف والالاف الملايين ديال الدراهم بين قوسين. فبالتالي انه مراعاه هذه المساله هذه، يعني ربما ان خص شي واحد يفهمه. اما يعني هو خاطئ 100%، ما عندوش الحق انه يعني نقصها من هذا المصروف هذا او هذه النفقه. انا كخطوه اولى هي ما غتضيعش لك 100 درهم، بحال غتكتنزيها بين قوسين، يعني غتحتفظي بها، ان راه بحال كتدخل في الكونت وما كتخرجيهاش، لانك كتبتها في اي وقت بعد 20 سنه بعد 30 سنه، المهم اي وقت بغيتي تطالبي بها كتاخذيها، حقك هذاك حق طبيعي. فاذا بغيتي مثلا انه في هذه المده ديال المفاوضات انه
يعني انه اقتنع ورد لك هذيك المبلغ ديالك اللي بالذمه ديالو فداك ما كانش راه كتجمع عليك وممكن انك ترفع دعوى ديال يعني امام المحكمه وغادي المحكمه اكيد بدون اي سبب وربما يعني حتى وان كانت تتناسات زياده في النفقه يقدر كما كنقولوا يجبد عليه ممكن دير طلب زياده في النفقه يا كان لا انس بقى معنا انا باقا معك قلت لك تفضلي تفضلي لا انس هو دابا زعلي نحل انا وانا اللي عارفه انهم بعد كيدو زعام من بعد الحكم ديال الشناخ زعام عندك حق ديري هي لالا سكينه هي اللي ذكراتك لا غير انا من سيرت له ميساج قلت له راه ما عندكش الحق غير هكاك من حيت دابا يقدر واحد حيت دابا هو بالنسبه للتشكيل ديالو شي بقات معايا حيت انت تتقرا الحضانه قلت له واحد السكن نقص قسم داك المبلغ ديال السكن واخا هو راه سيغيان ديال تو مقابل داكشي كندير لهم انا راه لا حول ولا قوه الا بالله ولكن ما عرفت غير دابا هادي تاع 100 درهم نخليها حيت يلاه بدات ماشي يلاه غتجمع غتجمع عليه غتجمع عليه غادي 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 انا شنو استاذ نخليه حيت انا ما نقدرش انا رايي الشخصي هو انك تحاوري يعني تعاودي مثلا تكون الحوار لا تحاوري زعماك انه الا كان شي وسيط يقنعو بانه يتراجع القرار ديالو ما كانش راه في خصو يقول لي هذه المساله يقول لي راه في الذمه ديالك في الذمه ديالك راه اليوم ولا غدا ولا من بعد الغد ولا السنه الجايه راه غتادي تادي عن طريق المحكمه هادشي سي صالي قلت لك انا راه غتجمع واحد النهار غتاخذ يعني حقك هذاك الشرعي وبالنسبه لديك القضيه ديال انه سلا عام ماشي عندك الحق ترفعي الدعوه دابا مادام السنه في اي وقت ترفعي ديال مراجعه النفقه او الزياده في الطلب الزياده في النفقه بغيت استاذ نديرها بوحدي ماشي ضروري المحامين لا بوحدك ممكن بوحدك بدون محامي بدون حيت مسطره يعني شفويه وبالتالي ان عندك الحق ديريها بوحدك الا كان عندك يعني امكانيه حتى انه يعني المسطره المدنيه تعفي الاشخاص اللي عندهم واحد الوعي معين ممكن يقوموا باجراءات معينه بدون محامي فهذا واقع انه كاين في القانون فبالتالي انه المواطن اللي بغى يدير مساطر معينه بدون يعني شرط يعني الحضور ديال المحامي من حقه قانونيا ما عنده حتى شي واحد غيمنع لانه للاسف حتى ديك انا حسب مدونه قريت فيها شي قريت عليها شي مدونه اسره في القضيه ديال الاعياد انه نورمالمون يمكن مدونه توسعة الاعياد ما كايناش ما عمرو دارها وما عندك حق طالبي بها عندك حق طالبي بها طالبي بها من نهار لا يعني ولكن باغي على ما دار لي ما دار لي والو في هذه القضيه ديال على ما لا ما اظن ما عرفتش انه الا ما كانش محكومه خصك طالبي بها باش يحكموا لك بها لا هي مذكوره حتى في ورقه الطلاق اللي طلقت ايوا صافي غطالبي انه توسعة الاعياد هكا مذكوره فيها ومحدين المبلغ شحال لا ما محدينش ايوا خصو يحدوا المبلغ نورمالمون لا ما محد عندي ورقه الطلاق ما محدينش حتى قضيه اخرى استاذ انا اسمح لي غنطول انه بون مدونه قلت لك اذا كانوا الدراري وكان مازال سورتو اذا كان ولد ذكر وباقي تيقرا يعني با كيعطي عليه النفقه حتى كتجي 25 عام نعم فعلا ولكن انا ولدي في الوقت اللي حنا طلقنا يلا هو دار 18 سنه حنا طلقنا حبس عليه النفقه ما كنتخلصش عليه لا ملي هي دابا في مدونه لك حتى يدير 25 عام الا كان اثبات ديال شواهد دراسيه نعم وفي المقابل انه الا دار 18 عام خص يدير هو ضد باه ولا يدير الوكاله للام ديال دير دعوه مع انه انا هذه القضيه ما بغيتش تفهم ليا لا علاش علاش مسبقا كيقولوا بانه حتى يدير 25 عام يقرا لا هو الولد الكبير ما كنتخلصش معاه ملي تخلصت عليه ما كناخذش عليه النفقه بغيت نقول لا من حقك تاخذي خصك طالبي الزوج ديالك باش يدي لك النفقه ديالك حتى انه يوصل للسن ديال 25 سنه مادام انه مازال كيقرا وما اشتغلش راه من حقه انه يدي لي النفقه فانت خصك ديري يعني خصك ديري الاجراءات فما بقيش ربما يعني دابا الدعوه غتاخذ فيها داكشي القديم لا دابا الجديد القديم غتطالب القديم غتطالب لا ما تقادم كيتقادم النفقه ما كتقادمش غيطالب داكشي القديم والطالب الجديد شي حاجه اللي باقا مع النفقه ديال من نهار طلقات بالولد ديال 18 سنه من 18 سنه الى الان غتطالب هذه المبالغ كلها هذه المده كلها كذلك الا ما كانش معينا انها يعني توسعه الاعياد لما كانش محدده خص الطالب بالتحديد ديالها على اساس واحد المبلغ معين باش طالب بكذلك وكذلك المبلغ ديال النفقه ديال الحضانه لما كانش انه تيتادى هو غتطالب به على اساس بين تادى لها اذا غدير مقال مجموعه في كل هذه المسائل كلها يعني تكتبها او بطبيعه الحال غادي تقدم بها للمحكمه لا غدير المراجعه بعدا حيت غدير دعوه خصنا باش نشرحوا ليها غدير المراجعه يعني الزياده في السوم في النفقه على اساس بانه كان محدد واحد مبلغ معين وكطالب برفعه لواحد المبلغ اخر ثانيا النفقه غدير موائد التنفيذ على الزوج ديال باعتبار ان عنده حكم اللي فيه الاداء ديال النفقه المحدده بالنسبه للاب ديالها باش طالب هذاك الشيء المؤخرات بين قوسين يعني النفقه السابقه كذلك النفقه هذيك الحضانه اللي بغيت تبدا تطالب بها او ملي بغيتي تطالب بها كذلك تيغطالب بها
وتوسعه الايد كذلك الطالب توسعه الايد باش يحددوا ليها مبلغ شحال الا كان مبلغ محدد فالطالب غادي تنفذ على الزوجيه الا ما كانش خص الطالب بها ثاني من جديد باش يحددوا ليها المبلغ شحال بالضبط باش يكون معروف. نعم وبالتوفيق ان شاء الله. ناخذ معنا السي محمد من الرشيديه. مرحبا بك سيدي محمد. سيدي محمد مرحبا. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يبارك فيك. الله يخليك واحد الاستشاره الاستاذ. تفضل سيدي مرحبا. شكرا استاذ ذا بخير سيدي. الله يبارك في سيدي محمد بارك الله فيك. سيدي عندنا واحد الارض ومتمل عندنا الملكيه شحال هذه من 74. نعم. هنا عن قريب سمعنا واحد الناس نادوا داروا شي متخلف. ما كنقلب هذاك المتخلف خرجناه من المحكمه اشنو لقينا فيه على طريق عدلي وان هذا من جمله ملك ابيهم. هذاك اللي فيه نزع الملكيه. انا عندي الملكيه. لا قلتي فيه نزع الملكيه. لا 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 ماشي نزع الملكيه. ازيد انت عندك فيه ملكيه انت مالك. لا هذا هو غير من جمله ملك ابيهم صافي. كمل سيدي محمد كم كنسمعك. قلت لكم دار من جمله ملك ابيهم. اها. احنا عندنا الرسم ديالنا قديم وهو داروه في تقريبا في 20 عام من بعد حتى ل 94. نعم. منين قرينا احنا هذا كنلقاو هذا من جمله ملك ابيهم. نعم. كنقول كيفاش ما عنده لا ملكيه لا شهود لا والو غير من جمله ملك ابيهم ما عرفناش زعما. دابا شنو هو السؤال ديالك سيدي محمد؟ هو هذا شنو خصنا نديرو؟ هاكا هذا هو السؤال اللي غادي يطرح عليا. اي هذا هو. نعم فعلا هو ان الا انت عندك يعني انت مالك للعقار كتستغلو. اي عندي كنستغلو عندي كتستغلو ودرت استمرار الملكيه وهذاك الاخر ديال يعني سميتو العقد الاخر. اي فيه شي شهود؟ لا ما كان لا شهود لا والو. ايوا غادي يطعنوا فيه على اساس بانه هذاك السيد غير مالك لهذاك العقار غطعنوا نعم. فيه امام المحكمه نعم. باش يتم الابطال ديالو باعتبار نتوما المالكين ديال العقار وعندكم ما يثبت باعتبار ان عندك شهاده الملكيه منذ 1974. أيه. كتملك هذاك العقار وكتستغلوا حتى انك ممكن دير شهاده لفيف كيثبت بانك انت درتيه. مزيان صافي صافي. اذا انت تبارك الله راه عندك الوثائق اللي كتبت فقط غديروا دعوه ديال ابطال هذاك العقد ديال هذوك الشخص تاخذ نسخه منه واخا وغدير ابطال ديالو عن طريق المحكمه باعتبار انه ماشي مالك لهذاك العقار لانه لا قدر الله سبحانه وتعالى قدر يتوفى شي واحد او هذه وبالتالي صعب جدا باش تثبت يعني الملكيه ديالك ديال هذا العقار فالان ممكن هذه بصفه استعجاليه انك تشوف يعني باش دير هذه الدعوه ديال الابطال هذاك العقد باعتبار انه عقد لاغي ما كيملكش هذاك السيد هذاك العقار اللي ديالك انت اللي عندك الحجاج كتثبت التملك ديالو. نعم سيدي. مرحبا سيدي. نعم وبالتوفيق ان شاء الله. نقرا واحد الرساله معنا كتقول السلام عليكم شكرا بزاف على هذا البرنامج الناجح من ميد غاديو لاله اختك سيدي بفضلكم عندي واحد السؤال بغيت نطرحه على السي سعيد النووي اللي هو وقعت لي واحد الحادثه هذه شي عام هذه انا واحد غادي انا واحد جاري كنا راكبين في طوموبيلته وكان هو اللي سايق وواحد الساعه تقلبات بينا الطوموبيل بسببه أنا وقعوا لي جروح صعيبة وهو مجرد جرح بسيط في الأسبوع ديالو وما عرفتش دابا واش نستفد من لاسيغونس ولا لا وحتى الهضرة ما تلاش كيهضرها معايا شكرا. نعم بطبيعة الحال لأنه مادام تعرض لحادثة السير عنده الحق أنه ربما نستمع له الضابط القضائية أو الدرك الملكي إذا كان في بلاصة اللي ما فيهاش يعني الشرطة هنا ممكن يمشي لهذاك يعني في المكان اللي يستمعوا ليه اما الدرك واما الشرطه يمشي ياخذ محضر من عندهم نسخه من المحضر اللي يستمعوا ليه فيه لان غيكونوا يستمعوا جميع الاطراف سائق السياره وغيديروا يعني الظروف الحادثه كيفاش وقعت والكروكي ديال السياره كيفاش وقعت ليها الحادثه الى غير ذلك والاستماع ديال الضحايا غياخذ نسخه من هذاك المحضر وغيمشي للمحكمه التابعه لها هذيك المنطقه يعني المحكمة الابتدائية في هذيك المنطقة هي اللي كتكون يعني لها الولاية العامة وغادي يمشي للقسم حوادث الشغل حوادث السير ويعطيهم هذاك المحضر ويقلبوا ليه إلى لقوا بأن الدعوة مازال سارية باقي مازال كتروج في المحكمة عنده الحق أنه يتقدم كطرف مدني غيدير واحد يعني المقال ديال المطالب المدنية بأنه كيطالب بالتعويض ديالو وكيدخل فيه شركة تأمين اللي يعني هي المؤمنه ديال هذاك السائق السياره وغيتقدم به المحكمه يؤدي عليه الرسومات في صندوق المحكمه ويؤديه ويتنصب كطرف مدني باش يطلب التعويض هنا المحكمه كتعين خبير باش انه
يكشف عليه يشوف شنو هما العجز ديالو شنو هما الاضرار اللي تصاب به وكيحدد واحد النسب معينه وهذيك النسب كتعطي مبالغ ماليه وتتم ملي كيصدر الحكم تمشي يبلغ شركه تامين وينفذ عليها اما حبيا يعني يتفقوا معها على واحد المبلغ معين ماشي بالضروره المبلغ المحكوم وكتاديو ليه ما كانش عنده مسطره اخرى شنو هي المسطره انه خصو اولا هذاك المحضر يمشي يبلغ شركه تامين يقول لهم كيعطيهم واحد الاجل كيسموها رساله الصلح كيمشي يعطيهم واحد الاجل ديال شهرين باش انه يحاول يدير معهم صلح فاذا شركه امين بغاو الصلح كيقترحوا ليه خبير ديالهم والخبير تيحدد واحد النسبه ديال العجز ديالو وتيقترحوا ليه واحد المبلغ الا وافق عليه تيتم الصلح وكتسالي القضيه هنا الا ما وافقش على المبالغ اللي اقترحت ليه شركه امين عنده الحق انه يمشي للمدني كيدير دعوه مدنيه راه التعويض في اطار نعم في اطار ظاهره 84 هنا في يعني في الفصل 88 من اعتقد اللي كانت الذكرى ديالي قويه من قانون التزامات العقود كيتقدم هذه الدعوه المدنيه وكيطالب بالتعويض وفي نفس الحاله كذلك كيتم تعيين خبير وتحدد الاضرار ديالو وهنا تعاود يدير واحد المذكره من بعد الخبره من بعد الخبره كيطالب بالتعويض ديالو كيؤدي عليه في صندوق المحكمه وكيطالب التعويضات ديالو وكالحكم المحكمه كتحكم ليه وكيمشي يبلغهم ثاني الا كان غيتفقوا معاه بلا ما يطول في التنفيذ راه تيؤديو ليه ما كانش كيتسنى ثاني التنفيذ حتى كتنفذ الشركه تما كياخذ فلوسه دونك هذه المسطره كلها كيفاش كتتم أو رسالة أخرى كتقول سلام أنا مرأة عندي 49 سنة طلقني راجلي في 2011 أنا كنت رافضة الطلاق ولكن طلقني خلى لي 4 البنات وجوج دراري البنت الكبيرة مزوجة عندها 30 سنة والولد الكبير عنده 23 سنة خدام بقوا معي 4 ديال الدراري 3 ديال البنات وولد حكمت المحكمة على راجلي بالنفقة ديال 250 درهم الواحد يعني 1000 درهم زائد 100 درهم ديالي ديال الحضانة 100 درهم في كل شيء 100 درهم ديال الحضانة في كل شيء درهم كل ولد يعني 1100 درهم كل واحد 100 درهم بين قوسين في 2012 عاد فهمت علاش 100 درهم ديال الأنس إذا 100 درهم كتعطى الحضانة هي بين وبينك بين 100 درهم و 200 درهم أقصى 200 درهم كيعطيوها القضاة إلا كان للأسف على أي حال 100 درهم ديال الحضانة في 2012 تزوجوا جوج البنات دابا كيعطيني 500 درهم وفي 2014 وليت كنستافد من 700 درهم ديال المبادرة ديال المطلقات أييه دابا مازال معايا بنت 15 عام وولد 16 عام كيقراو عايشين في دارو في المدينة وهو متقاعد عنده 2500 درهم في التقاعد ديالو المهم هو تزوج زوجة أخرى في 2011 وسكن في العروبية في بلاده ما عندوش معاها دراري وعنده بلادات أخرى مي مازال ما فرق الورث مع خوته المهم قال لولده غادي يكتب الملك دياله كامل للزوجة الجديدة وغيخرجنا كاملين من الدار من اللي يديروا الولاد 20 عام وما يعطينا والو واش ممكن أنا وولادي نديروا تحجيز حجر زعما بغات تقصد الحجر على الممتلكات ديالو ولا شنو المعمول وشكرا هو انسان الا كان في كامل القوى العقليه ما عندك ما تحجر عليه تحجر عليه لانه الحق والقانون والدستور يعني يحمي له الحقوق ديالو كمواطن هو يملك هاد يعني هاد العقارات هذه وهاد الاراضي له الحق التصرف فبالتالي انه القانون يمكنش منعه الا في حالات محدده كما قلنا بانه اما انه انسان عنده خلل عقلي او انه سفيه يبدر بدون يعني اي يعني استراتيجيه معينه من اجل تصريف الاعمال ديالو الى غير ذلك فبالتالي الا كان هاد الشروط اللي ديال الحجر على الشخص ممكن يدار لكن في غياب هاد الشروط يمكنش تحجر على الشخص طبيعه الحال انه كاين غيكون نوع من الظلم طبيعة الحال انه ملي غي يعني يكبروا الوليدات وغيمشيو غتبقى غير السيده بوحدها هي غتبقى يعني في هذاك العقار اللي كيملكه هو ممكن يقوم بالاخراج ديالها ما نقولش من الطرد ديالها ولكن الاخراج ديالها باعتبار هي التواجد ديالها في هذا العقار هو تواجد كانها حاضنه ماشي كانها زوجه لانها طلقات وبالتالي انه ما بقاتش يعني تربط اي علاقه نقول شرعيه وقانونيه مع المطلق ديالها ولكن العلاقه كتبقى مع اولادها باعتبار هي الحاضنه والمحكمه حسندت للحضانه باعتبار انه يعني في غالب الاحيان كتكون تسند اول يعني الحضانه للمراه حتى ان اذا عجزت او كانت اسباب او موانع لمنع الحضانه انها تؤول الاب فبالتالي ان هي حضورها في هذا البيت هو حضور ديالك الحاضنه لكن مباشره انها ما تبقاش حاضنه ما كيبقاش عندها صفه التواجد في داخل المحل هذه يعني هذا القانون الواقع للاسف كنقول للاسف هذا الواقع اللي كاين لانه هذا ظلم بين قوسين فانا يعني اللي نبغي كاشاره يعني كدعوه للمشرع انه يعني الطلاق ديال المراه
ما تكونش نهايه بالنسبه لها كمطلقه، خاصه اذا لم تبرم يعني زواج اخر، ما تزوجاتش، دونك كتبقى عرضه للضياع. فعلى غرار مثلا تشريعات مقارنه اخرى مثلا القانون الفرنسي، انه يلزم الزوج الطليق انه كيؤدي نفقه الزوجه ديالو هي الطليقه ديالو من بعد، كيؤدي لها الى حين انها تكون عندها امكانيات، رغم انه كنعرفوا في فرنسا مثلا انك تكون مساعدات وما كاين مجموعه من المساعدات اللي كتقدم للمراه في هذه الحاله هذه، وكاين جمعيات كذلك تساعد المراه في هذه الحاله هذه، ولكن تلزم الزوج كذلك انه كيؤدي لها يعني هذيك النفقه كما يسمى يعني البونسيون دونتروتيان، فكتبقى هذيك النفقه الى حين انها تكون قادره على الكسب، اما تشتغل اما هذه. فهنا احنا اولى كمسلمين، لانه هذيك السيده يعني قضات واحد العمر معين في تربيه اطفال، يعني ساهمت في التنميه ديال المجتمع، يعني ادات من شبابها ومن صحتها ما يكفي، وبالتالي باش ان القانون ما يحميهاش نخليو الزمن اللي كان عليها، وبالتالي ان اصبحت الان يعني عرضه الشارع بين قوسين، فعلى الاقل القانون يكون صفها، لانه هذا السيد اللي طلق امراه بسته الاولاد ومشى تزوج واحده اخرى، هذا مشى للمتعه، ماشي مشى انه باش يبني اسره اخرى او غير ذلك، ومع ذلك اكثر من اضرارا بهم بغى انه يكتب سميته حرم الورث ويمشي لا امام الله سبحانه وتعالى هذا السيد يعذر، ولا امام القانون يعذر، ولا امام المجتمع يعذر. فعلى الاقل انه الا كان امام بينه وبين الله تعالى هذاك شغله، لانه هو اللي غادي يحاسبه، احنا ما يمكنش ندخلوا كوساطه بيناتو، ولكن على الاقل القانون اللي كان ملكوه يتم التعديل ديالو في هذا الاطار. نعم. فاذا كان مثلا طليقه ما عندهاش امكانيات ماديه، رغم انه المساعده الان اللي ولات هزيله جدا عند الصندوق التكافل الاجتماعي على غير راتي، انه المهم انا كنقول دائما اللهم احسن يعني العمش ولا العمى، على الاقل بدايه، انا كنقول بدايه لانه من بعد غتطور الامور وربما تحسن الاوضاع مزيان، على الاقل بدينا ما نبقاوش نتسناو باش، ولكن بدينا الحمد لله ممكن يكون، ولكن في ظل هذه الظروف هذه على الاقل تكون هذه المساله هذه في حاله ان القاضي له الامكانيه انه القى بان الطلاق طلاق تعسفي، ان الزوج تعسف في طلاقه، على الاقل تكون هاد النفقه ديال لونتروتيان ما عرفش شنو بالعربيه، هاد تكون على الاقل كواحد النفقه محدده للزوجه في حاله انه ما بقاش عندها الصفه ديال حاضنه في البيت. نعم. وما بقاش عندها يعني موارد ماديه ممكن تعيش بها. نعم. ناخذ معنا رساله قبل ما ناخذ معنا اخر مكالمه. كتقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، السؤال للمسؤول القانوني جزاكم الله خير الجزاء. انا ارمله ابلغ من العمر 41 سنه، حرفيه بصناعه تقليديه وخياطه، لم نرزق بأطفال، كانت صعوبة عند زوجي، عملنا كل محاولات ولم يشاء الله. قضيت مع زوجي 20 سنة، زوجته لا يملك شيء، ساعدته حتى أصبح له بيت وسيارة وبقعة أرضية، لكن كل شيء مكتوب بالاسم دياله. بعد مرور 15 سنة من زواجنا مرض بسرطان الدم، وملي تدهورت حالته الصحية أوصاني وصية شفوية، وهي أنني نعطي دراجة نارية للمشغل دياله اللي كان كيساعدنا في شراء الأدوية الواهضة ديال الثمن، وهو أيضا من شراء تلك الدراجة اللي شاورت خوته فوقتها، وهم كانوا عارفين كل شيء ووافقوا. قمت بتنفيذ وصيته بحسنية، بعد ذلك أرادوا إخوته تقسيم التركة فلم وافق على طريقة القسمة، فقاموا برفع دعوى ضدي بتصرف بالتركة بسوء نية، وفي الأخير حكمت علي المحكمة الاستئنافية بالحكم على بإعطائهم 300 درهم وشهر صراح شهر صراح، يعني تحكمت بالسجن صراح. وبعد ذلك عملت النقد عن طريق محامي، لكن لم أسمع أي خبر عنه منذ سنة كاملة. لازلت أنتظر. سؤالي لم أقم بعد بتنفيذ الحكم لأني لا أملك ما أعطيهم، هل سيحدث لي شيئا آخر إن لم أنفذه؟ ثانيا، هل هذا الحكم سيؤثر في سيرتي الذاتية؟ وشكرا لكم. هذا السؤال ما غريبش، لأنه ربما سبق وكان شي سؤال قريب له أو بحاله تقريبا. أنا أعتقد الحكم ديال المحكمة الابتدائية للأسف أنه ما عرفش يعني الحيتيات اللي بنى عليها الحكم دياله، ولكن مادام كاين شاهد اللي هو المستفيد من الدراجه غادي يجي امام يعني المحكمه ويشهد بانه هذيك الدراجه تم اعطاء ديالو بناء على الوصيه ديال يعني المرحوم او ديال الزوج ديالها اللي توفى الله يرحمه. فهنا ربما هذا الشاهد ربما انه يعفيها من المسؤوليه الجنائيه، وبالتالي انه الحكم كان غياخذ واحد المسار اخر. لكن ما عرفش الحيتيات اللي مثلا من المحكمه من طبيعه الحال. حكم مبدا عام هو التصرف بالتركه بسوء نيه، سوء نيه التصرف بالتركه ايه ممكن، ولكن المشرع حددها وقيدها وقال بسوء نيه، فلا تبتت المحكمه كما قلنا سابقا
أن القاضي إذا اقتنع بأنه هنا فعلا هناك سوء نية يتم يعني الإدانة ديال الشخص، وبالتالي أنه حتى الأطراف متضررة تطالب بالتعويض عن هذا التصرف بسوء نية في 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 متروك يعني خلاه الوارث. هذه من جهة. ثانيا أنه النقد ربما نسبيا في يعني ما كيكون حالة صراح أنه كيقدر يتعطل نسبيا، لأنه يعني كاينة محكمة واحدة على الصعيد الوطني، لأنه التقاضي في المغرب والتقاضي درجتين ماشي درجة، ثلاث درجات هو كاين ابتدائية والسناف، ولكن درجة ثالثة ماشي درجة، ولكن كاين محكمة النقد اللي الدور ديالها هو أنها كتقوم بمحل بمراقبة لا ماشي بمراقبة هل القانون تم تطبيقه في المحاكم الدنيا أو لا. هذا هو الدور ديال 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 ديال, ديال محكمة النقد. فملي كنرفعوا لها يعني القضية معينة أو قرار ملي كيتم يعني النقد ديالو أنه كيتم يعني كيصدر قرار في محكمة السناف وبالتالي كنكون غير راضي عليه، كنرفعوا لمحكمه النقد باش نشوف واش المحكمه طبقات القانون ولا ما طبقاتوش. الا طبقاته كترفض لك النقد يعني كتدفع النقد ما كتاخذش به، ولا قالت شافت بانه ان المحكمه ما طبقاتش القانون كما يجب فهنا كتنقدوا كترجعوا لمحكمه السناف مشكله من هيئه اخرى او في مدينه اخرى من نظر فيه من جديد. نعم. فنسبيا ربما انك تعطل الاولويه للملفات اللي كتكون عندها في اما في اعتقالات اما ملفات اللي كتكون يعني عندها واحد الطبيعه خاصه كيكون تعطل الاولويه، وكيبقى الملفات اللي بسيطه جدا كتبقى تاخذ واحد الوقت ربما انها كتقضي سنوات بين قوسين. هنا واش عندها شي تبعيه؟ هنا اللي بغيت نقول مادام انه كاين نقد يعني الملف غيبقى موقف، لانه يعني وخاصه يعني الا كانت شي غرامه معينه كتادى، الا كانت يعني دارت النقد اقل من 2000 درهم اعتقد لا باقي مذكر كتاديها، ولكن الا يعني 3000 درهم خصها تعطيهم اعتقد الا كانت 2000 درهم وقيل ما عرفتش بالضبط واش 2000 درهم او اكثر، المهم ما عرفتش بالضبط ما بقيتش مذكر المبلغ اللي خصو يتادى قبل ما دار النقد في حاله انه يعني تحكم واحد الغرامه معينه. إلا هذا لكان معتقل ما تأدي شي حاجة، ولكن لكان سميتو تأدي كذلك أنه يعني الحكم ديال الشهر موقف تنفيذ هو اللي علاش أنها يعني تقدمت بهذا النقد. فهذا سميتو ما كيولي كيدخل في السجل العدلي ديال الشخص، كيولي كما كيقولوا المغاربه وسخ بين قوسين فسي، الا بعد انه كيولي حكم نهائي، كيولي حكم نهائي ديك الساعه كيولي في السجل العدلي، فكيبان سميتو انه راه تم حكم عليه بعقوبه سالبه الحريه او عقوبه يعني موقف تنفيذ او غير ذلك، ولكن بعد 3 سنوات ان عند الحق انها تطالب في حاله كانت تطالب بما يسمى رد الاعتبار، انك تقدم بهذه الدعوه هذه يعني الوكيل العام للملك على اساس بانه راه يعني تطالب برد الاعتبار على اساس بانه دازت واحد المده ديال 3 سنوات من تاريخ ديال وقوع الجرم بين قوسين، وبالتالي انه كيتم الحكم لها برد الاعتبار. نعم استاذ سعيد، كان بودنا نوصل معك اكثر، ولكن الوقت مر بسرعه، شكرا جزيلا لك على كل المعلومات اللي كتقاسمها معنا. لاله يخطيك وكنجوز صحيه الاستاذ سعيد النووي استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول محامي بهيئه الدار البيضاء مقبول لدى محكمه النقد.